السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده موقع مميز جدا، تركيزه على المسابقات. يعني حد مثلا عايز يعمل مشروع معين، فيقول لك أنا هعمل مسابقة وأول 5 تصاميم كويسين ليهم جوايز. تمام، يعني خلينا ناخد مثلا المشروع دوت. الناس كتيرة بتقدم عليها، وفي مشاريع بتلاقي يعني الشروط بتاعتها صعبة، فتلاقي اللي قدم عليها 7 5 منهم هيفوزوا مثلا. تمام، هيقول لك مثلا ان المركز الاول هياخد 9000 يورو، 3000 يورو المركز الثاني، 1500 حتى المركز الخامس. تمام، الجميل ان انت تقدر تشوف المشاريع اللي فايزه وتشوف التفاصيل بتاعتها والحاجات دي كلها. فدي بتبقى حاجه مميزه جدا ان انت تتعلم من افضل التصاميم على مستوى العالم. فيا ريت نستغل الفرصه ان احنا نتدرب على المشاريع ديت، نتفرج عليها، نتعلم منها، يعني نخش مسابقات. يعني حتى لو انت لسه طالب ما عندوش مشكلة، خش وخش مسابقة ومحدش عارف الخير فين. تمام، هيبدأ بقى يحمل لك الصور بتاعت المشروع وتبدأ تتفرج عليها وتبدأ ان تتعلم منها المساقط الأفقية والرأسية وكل حاجة. الموضوع سهل جدا، ان انت بتشوف المسابقة وتبدأ ان انت ترفع الملفات بتاعتك. وتدخل المسابقة انت والفريق بتاعك، وان شاء الله يعني ايه ربنا يقدرك بالخير. طبعا الموقع فيه مشاريع كتيرة جدا، يعني تمام تعمل شير للمشروع بتاعك وهتشتغل مع ناس بروفيشنال، وهتلاقي التزام بتاعك يدخل المسابقة ان شاء الله. فبالتوفيق ليكوا جميعا ان شاء الله.